عودة إلى مستجدات المشاورات في الكويت، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من الكويت الأخ حميد عاصم عضو الوفد الوطني. أستاذ حميد مساء الخير. مساء النور. كونكم أستاذ حميد أحد أعضاء اللجنة السياسية في الوفد الوطني المفاوض، الأمم المتحدة كانت قد قدمت مقترحا بربط مقررات اللجنة العسكرية والأمنية بما سيتم الاتفاق عليه في اللجنة السياسية، هل يعني ذلك أن الوفد الوطني قد نجح فعلا في إقناع الراعين بضرورة تكوين سلطة تنفيذية توافقية تلغي حكومة هادي والمنتهية فعلا لشرعيتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الصحابة الراشدين. أعتقد أولا بأن اليمن يحكم بالتوافق من 2011 بعد ثورة 11 فبراير حتى الآن، ولم يحدث في أي من الأيام أن تم اتخاذ قرار لا سياسي ولا سيادي ولا تعيين إلا بالتوافق فيما بين المكونات السياسية جميعها. اليوم توافقنا أيضا داخل الاجتماع على قواعد عمل ومشينا فيها وطرحنا حكومة، نحن نطرح بأنه لابد أن يظل التوافق هو سيد الموقف في هذه الأمور كلها، وأنه لا يجوز أن تأتي حكومة كذبت الشعب اليمني ودمرت ممتلكاتها العامة والخاصة وجرحت أبنائه واعتقلتهم ووزعت المعتقلين على دول عديدة وتأتي تحكمني من جديد. هذا أعتقد بأنه لا ينافي المنطق والعقل والأخلاق والآداب وكل القيم الإنسانية، ولن نقبل أن تأتي هذه الحكومة على الإطلاق في هذا المجال. لذلك هم رأوا بأنه لا بد من هذا الجانب، وأنه حتى المرجعيات كلها تؤكد المرجع سواء المؤتمر الحوار الوطني أو الآلية التنفيذية أو مدرسة الرياض الآلية التنفيذية ومدرسة الخارجية الآلية التنفيذية أو القرار مجلس الأمن الدولي، كلها تتكلم عن هذا الجانب وعن الحوار. لم يقول في قرار من القرارات أنه يأتي الوفد الوطني إلى الكويت أو إلى بيل أو إلى جنيف ليسلم السلطة للمخلافي أو لغيره. لو كان كذلك ما كنا سنأتي ولا نحتاج إلى وسيط خارجي، كنا سندعيهم ونسلم لهم كل ما لدينا ونمشي بيوتنا أو السجن. نعم أستاذ حميد، نحن نطرح ونحن قدمنا، وما قدمه الوفد الوطني إلى هذه اللحظة فعلا هو اليوم استشعار لأمل وطموحات الشعب اليمني ككل، لكن مع ذلك هناك اليوم فعلا تعنت من قبل وفد الرياض. إلى أي مدى هذا التعنت فعلا سيقوض من هذه الآمال والطموحات؟ اي تعنت في طاوله الحوار مش مشكله، اي تعنت نحن في طاوله الحوار ونحن مستمرين في الحوار ليس مشكله. نحن ما اتينا الا لنتحاور، سواء تعنتوا او تعنتنا، رضبوا او رضبنا، الموضوع موضوع وطني بامتياز، ويجب علينا ان نقدم التنازلات كلنا، التنازلات غير مضره باستقلال وسياده الوطن. احيانا يحدث شد وجذب، احيانا يحدث زياده من هذا الاتجاه وهذا الاتجاه، لكن المعيب هو ان نتفق على شيء ثم ياتوا ينقضونه. هذا قواعد العمل نحن لم نأتي بها، أتى بها المبعوث الدولي، ورقة باللجنة السياسية، ورقة اللجنة الأمنية، ورقة اللجنة المعتقلين، وتوافقوا عليها أمس، واليوم أتوا ورفضوها رفضا قاطعا. هي لا تضرنا لأنه لن يمر إلا ما توافقنا عليه سواء كان في ورقة أو لا، لكن العيب هو كان من الميسر، من الأخ عمر هو الذي سحب الورقة، كان لا يجب أن يسحبها بعد أن توافق عليها الجميع في هذا في اللجنة الأمنية العسكرية. أخي حميد، فيما يتعلق بملف الأسرة، ما الذي تم إنجازه والاتفاق عليه؟ وهل فعلا ما زال وفد الرياض إلى الأسرة؟ نحن هي قضية إنسانية، لدينا قضية إنسانية، ونستشعر اللحظة التي يتم فيها إطلاق كافة الأسرة والمعتقلين والمخفيين في كل مكان، سواء في السعودية أو في الرياض أو في الإمارات أو في عدن أو عند القاعدة وداعش والمكلا وعدن وتعز وفي أي مكان، أو الذي لدينا في صنعاء. المشكلة هي نحن نريد أن يقولوا لنا من هم المعتقلين الذين لديهم، من هم المعتقلين في سجونهم، من هم الذي باعهم المرتزقة إلى آل سعود كأسرة، يقولوا لنا من هم، ونحن سنقول لهم من أسرهم الذين لدينا. هذه قضية إنسانية يجب أن نمشي فيها وأن لا نتأخر فيها، ونحن على استعداد في هذا المجال. ليس لدينا مانع، لكن أستاذ حميد، أنهم لم يقدموا لنا كشوفات أستاذ حميد، من لديهم أسرة ومعتقلين لنا. المصادر تؤكد بأنهم قدموا هذه الكشوفات، ولكن هذه الكشوفات معذرة أستاذ حميد، معذرة، عفوا أوضح لك لا. هم قدموا أسماء من عندهم، أسماء معتقليهم وأسراهم. نحن لم نقدم أسماء لأن معتقلينا مجردين في كل مكان، لذلك يجب عليهم أن يقدموا أسماء ما لديهم من معتقلين لنا.
ولكن مع ذلك استاذ حميد حتى هذه اللحظه كشوفاتهم اليوم المقدمه الى هذه اللجنه عموما لا زالت اليوم هي مضاءب ربما باسماء خمسه من العملاء بينهم شقيق الفار هادي، واليوم هذا الوفد يشترط لمعالجه هذا الملف اطلاق هؤلاء الخمسه. لا لا ليس لدينا اي اولويه، الاولويه للاطفال عندنا ولصغار السن اقدم احنا عندنا من الكبار. الناس كله معهم اباء، معهم امهات، معهم اخوات، معهم ابناء، معهم اباء، كل يريد ان يرى فلذة كبده او قره عينه او حبيبه او صاحبه في 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 بيته، فلا مجال هنا للمزايدات ولا في الجانب الانساني، الجانب الانساني انساني عند كبير او صغير، مسؤول او غير مسؤول. نعم. استاذ حميد اخذك الى المحافظات الجنوبية ومعاناة المواطنين في عدن تحديدا والممارسات العنصرية والمناطقية بحقهم، هي اليوم في الميدان أستاذ حميد محمية اليوم بشرعية الفار هذه، في اعتقادك هل نحن أمام مخطط انفصالي يصاغ اليوم في محافظاتنا الجنوبية بدعم سياسي من الكويت بتهرب وفد الرياض من إدانة والخوض فيه؟ الدعم السياسي من الرياض ومن حكومة المنفأ، حكومة ما يدعو بأنهم شرعية، هم من يسهلوا هذا الموضوع سواء دخول القوات الأجنبية أو ضرب أخواننا أبناء الشعب اليمني من عدن. هذه الممارسة العنصرية التي لا تلم إلا عن خطوات نحو الانفصال وخطوات نحو الاستقواء وخطوات نحو التمزيق أو تمزيق النسيج الاجتماعي للشعب اليمني. أستاذ حميد، إذا لماذا يصر وفد الرياض إلى هذه اللحظة بعدم إدانة مثل هذه الممارسات؟ هذا شأنه، لا يريد لأنه هو الفاعل. نعم، الأستاذ حميد عاصم عضو الوفد الوطني للمشاورات في دولة الكويت عبر الهاتف، شكرا جزيلا لكم.